خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم وبحضور 13 عضوا وغياب نادي القادسية، تم طرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد، فيما وافقت عمومية الاتحاد على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه برئاسة إبراهيم لشاب وعضوية إبراهيم لنغامش ورشيد الرشيد وعمر لشحومي وثامر الصالح. ناقشنا اليوم في الاجتماع بندين، البند الأولاني اللي هو إسقاط عضوية الاتحاد السابق، هذا حسب النظام الأساسي مال الاتحاد هم اللي واضعينه إسقاط عضوية، والبند الثاني تعيين 5 أعضاء من الأندية مختلف الأندية اللي هم الأخ إبراهيم عبد الله شهاب، إبراهيم نغيمش، وثامر أحمد الصالح، ورشيد عبد الله، وعمر سالم شحومي. هذول 5 طبعا رئيس اللجنة الأخ إبراهيم عبد الله شهاب.